أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استديو اليرموك. سأبدأ نهاية الأسبوع. كيف كانت الواتس أب تبعنا؟ ما سكتش. أخبار أخبار أخبار، مش أقول عنها إشاعات لأنه يعني هي إشاعات في النهاية، ولكن يعني تحتمل الصحة تحتمل الخطأ. بطلنا نعرف، مع أنه حقك تعرف وفي منصة، لكن بطلنا نعرف. المهم آخر الأسبوع الواتس أب تبعنا ازدحم بأخبار التاجر الفلاني سكر وترك البلد، التاجر الفلاني عليه ذمم مالية راح وترك البلد، قائمة تتحدث عن كل هذا، أسماء كثيرة. بترعبك القصة، بتحكي شو اللي بصير بالبلد. وبعد شوية بتطلع الحكومة ممكن توضح، حكت في حقك تعرف انه لا، وحكت بالاسم انه فلان شو وضعه شو الى اخره من هذه القصص. يعني مش جديد علينا الإشاعة. الإشاعة بالأردن إلها سن زمان يعني مسيطرة، هي الناطق الرسمي الأول عن الأردنيين، وحتى المستوى الرسمي في أعلى درجات الملك لما في آخر لقاء مع الصحفيين قال بدي أحط ناطق إعلامي عني عن الديوان الملكي يعني، ويحكي وحاول يواجه ما يقال وبقوله عني عن تحت هذا العنوان. الملكة هذيك اليوم أصدرت بيان تتعلق ب الزي تبعها، يعني واضح جدا انه الكل يتاثر بما يقال في الشارع. الحكومه بتعمل منصات، لكن ومع ذلك رغم كل هذه المحاولات رغم كل هذه الجهود، الاردنيون لديهم قابليه عميقه في تلقي وقبول الاشاعه، وحامل يصبح لها الناس ويبداوا ينشرونها. يعني انا اللي وصلني على الواتساب مين بعرفهم، اصدقاء واكثر من واحد. هسا مش هم اللي صنعوا الإشاعة، لكن الإشاعة وصلتهم والخبر وصلهم وساعدوا في انتشاره. لماذا؟ هذه أسئلة ممكن نطرحها ونحاول نقرب إن نجاوب عليها اليوم. ليش الأردنيين كمستقبلين للإشاعة؟ أول شيء مين بيصدر الإشاعة؟ منعرفش. مين اللي له مصلحة؟ منعرفش. في ناس غاضبين ساخطين قد تكون مقصودة، وقد تكون أحيانا عفوية، وقد تكون لها درجات من الصحة، أو قد تنمو تنضج ويصير عليها بهارات، يعني ممكن تكون فيها أصل ترى وبعد شوي كبرت. لكن في النهاية هناك مرسل، ولكن هناك مستقبل لديه قابلية كبيرة. أسا النمط المعتاد أنه الأردنيون لا يثقوا بالرسمي، لا يثقوا بالحكومة، لا يثقوا بما يقوله أي واحد في الدولة، وهذا واقع. وبالتالي بيدوروا على مصدر آخر، فبيلاقوا الإشاعة مجال والفراغ بيعبي الشيطان. وأنا حكيت هذا الحكي زمان، قلت أن الدولة لا تملك شاعر، لا تملك من يستطيع أن يقدم روايتها بالطريقة الصحيحة، لا تملك أن يأتي أحدهم ناطق إعلامي رئيس وزراء يحكي ونصدقه على طول. بتلاقي روح شوف التعليقات تحت، بتلاقي على طول صار 2000-3000 تعليق كلها تهكم وعدم. هذا كنت تحكي زمان أنه فيش بالدولة شاعر حقيقي، الدولة روايتها تهالكت، لا يوجد ثقة بين المواطن وبين المؤسسات، فمهما قالت المؤسسات لن يصدقونا. وحقك تعرف بتحاول، وبعرفش متى الناس راح تصدقها. لكن أنا باعتقادي أنه ليس ذاك هو السبب، في سبب آخر، أن الناس بتدعم روايتها سخطها وغضبها من خلال الإشاعة. يعني الناس بتشعر أنه بيجوا بيعملوا قانون ضريبة، وبيجوا بيرفعوا الأسعار، وبيجوا بيجرموا المواطن وبيحطوا إيديهم بجيبته وبأخذوا اللي موجود في جيبته. بالمقابل هي مش عارفة، مش مصدقينها أنه هو يعني الرسمي مش مصدق المواطن أنه أنا تعبان وأنا مش قادر وأنا بصيح وثلاجتي تعبانة وقدرتي على الاستمرار صعبة وأنا بضرب بالحيط، مش مصدقيننا. فبتيجي إشاعة زي هيك على طول المواطن بيقول لك شايفين ها. فأنا باعتقادي أنه بيحملها لأنها بشعر أنها بتقوي روايته، تضعف رواية الدولة، بتخليه وجه الدولة فيها، بتخليه يقول لهم صدقوني أنا تعبان، هاي التجار بروحوا بهذه الطريقة. لما الدولة بتمر كل قضايا الفساد ولا بتحاسب فاسد، بتجيب مطيع وما بتحاسبش اللي غطاه سياسيا وبيروقراطيا. فبالتالي أول إشاعة عن فساد كبرت صغرت بتمناها المواطن، شوفوا بحملها وبرسلها وتصبح ضاغط عام. ولذلك الإشاعة أصبحت جزء من حياتنا، وقراءتها من قبل الرسميين لابد أن تكون بطريقة أوعى، مش بطريقة تبسيطية أني أنا بدي أرد على الإشاعات. وحطيت حقك تعرف، وحطيت وزير إعلام، وحطيت ناطق إعلام بالديوان الملكي، وظل يتباطح ويدخل في نقاش ويدخل في عراك ويدخل في مكاسرة مع الإشاعة. وشو استفدنا؟ وين وصلنا؟ بتعطي الإشاعة رافعة، أنت لما ترد عليها أحيانا تعطيها رافعة، مش شرط أنها تكون الأمور صحيحة، لكن أنت تحتاج إلى أن تعمق ثقتك بالناس وأن تعرف لماذا الأردنيون يحبون الإشاعة.
ليش الأردنيين بيروحوا على فيديو بنشروا أحد الأشخاص من خارج الأردن فبتلاقي باللحظة هاي بيحضروا 18,000 وبعد شوي بيكون في مليون أردني حضروه؟ ليش؟ ليش؟ يعني هذا سؤال يجب أن يطرح على الرسم. مش قصة أنه ما فيش رواية بس، معني مؤمن بهذا السبب أنه فيش بالأردن رواية، فيش، بيخافوا من الرواية، بيقربوش على الرواية، بيبتعدوا عن الرواية أيضا، لأن هناك في الأردن سخط، ولذلك هناك حالة تشفي من المواطنين بالرسمي. لما تيجي إشاعة زي هاي على طول كأنه بسد لك الكف تبعك اللي ضربته إياه في ضريبة الدخل، الكف اللي ضربته برفع الأسعار، الكف اللي ضربته في 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 تردي الخدمات، الكف اللي ضربته إياه في في قصة إنه بطلع لك رئيس الوزراء بيقول لك إحنا دورنا نعمل إيراداتنا ونفقاتنا متساويات، يعني بمعنى إنه يكون في اكتفاء ذاتي، اكتفاء ذاتي قصد فيه الموارد تبعتنا الضرائب، يعني هاي قصة الاكتفاء الذاتي عند الدولة. كل هذا بنتظر المواطن لحظة تشفي، فتأتي الإشاعة لتدين الدولة، فتأتي الإشاعة وقد تكون بنيتها صحيحة أو بعضها صحيح أو أصلها صحيح، لكن بشعر المواطن أنه لازم يتعامل معها. ولاحظوا مثلا التعليقات اللي بتكون على مثل هذه الإشاعات، كيف ستتعامل الدولة مع ذلك؟ أنا مش شايف أنها الدولة عندها خطة وعندها هي قلقة، هي قلقة وتحاول أن ترد، هي ما بيعجبهاش ذلك بيضغط عليها. وعلى فكرة بوادر القلق عند الدولة الأردنية بأعلى المستويات بدأت تظهر في الآونة الأخيرة من خلال الردود اللي حكيت لكم إياها. يعني إذا بدي أحط مجمل الأحداث اللي صارت بتلاقي إنه في قلق صار عند الدولة تجاه كثير من الأمور. لذلك الإشاعات يعني قصة مهمة جدا. يعني أنا لما أحضر لقاء الرزاز اللي كان على زميلة رؤية، ما بعرف يعني طلع الرزاز وحكى أكثر من ساعة، أنا مواطن بسمعه، شو أعطاني؟ شو قدم لي؟ شو الحقائق اللي قدمها؟ شو الوعود اللي قدمها؟ وين كانت الاستشرافات؟ وين كان النفق اللي في ضوء؟ ما فيش. كله تبريري، تبريري لماذا أقوم بذلك؟ تبريري ليش رفعت على الكهرباء، على سيارات الكهرباء؟ فاجأتنا بداية السنة إحنا بتكون توفروا طاقة عشان ما نصرفش وقود ونشتري سيارات كهرباء، بتروحوا بتقولوا لنا تشتروا سيارات كهرباء، رفعنا عليها 25%. بيبرر الرئيس ببساطة أنه لا إحنا داعمين هاي السيارات هي والهايبرد بس لنهاية 2018 و2019، يعني أنا ما قررتش شخصنا الموضوع. فتظهر إشاعة تغطي على عيوب ما قاله الرئيس، هذه هي المسألة. يعني اللي بيستعرض كلام الرئيس ما في، والإصلاح السياسي ما فيش، وبالتالي كل المسألة بدها تتراكم باتجاه أن نبحث عن آخر يكذب فيراكم فتنطلق الإشاعة فنستقبل، لأن لدينا القابلية للاستقبال، الفراغ أولا، التشفي ثانيا، ورغبتنا في أنه نجهض رواية الدولة الشحيحة الضعيفة اللي دائما بتقدمها للناس. هذا اللي حبيت أحكي في قصة الإشاعة، ستستمر وستظهر إشاعات وسيتم يعني بناء إشاعات. هسا مين بيصدرها مش معروف، بجوز يكونوا من الدولة لأنه في صراع أجنحة بالدولة، وبجوز يكون مش من الدولة، بجوز من الناس العاديين، لكن قدرتها على الانتشار والانطلاق والتحليق وهاي الحالة الانتشارية الشمولية اللي بنشوفها للإشاعة سببها أن المواطن لديه القابلية وبيدور عليها وبده إياها. وظلك أنت احكي على الشاشة ساعتين وثلاثة يا رئيس الوزراء ويا وزير الإعلام، وافتح منصة حقك تعرف، وحط ناطق إعلامي بالديوان، الناس رح تقول لا ما بدي أطلع هون، بدي أروح على الزاوية الثانية وأتفرج على الإشاعة، لأنه الإشاعة بتشفي غليلي وبتخليني أتشفى بهذا الواقع اللي كان قاسي علي. هذا هو حكاية الأردني مع الإشاعة اللي حبينا نحكي عنها اليوم. بدي أنطلق من موضوع محلي إلى بعض ما يجري في الإقليم. يعني أبرز شيء اليوم جون بولتون موجود في المنطقة، زار دولة تركيا الغاصب ودروع على تركيا، وكان له تصريح اليوم بتعلق بالأكراد، لكن على ما يبدو أنه في حركة بالمنطقة. في النهاية راح يكون بومبيو في قادم الأيام يزور دول الخليج الستة زائد الأردن زائد مصر. أنا بشعر بقلق لما يقولوا دول الخليج الستة زائد مصر زائد الأردن. طبعا بومبيو ترامب عنده أزمة خانقة في داخل المجتمع السياسي الأمريكي، وبفكروا كثير في التغطية على قصة هذا التراشق بينهم بين القوى السياسية الموجودة، الكونغرس وغيره، أيضا تغطية الانسحاب اللي صار من سوريا. لكن ماذا سيحمل بومبيو في هذه الزيارة؟ هذه أسئلة يعني كبيرة بدأت تطرح اليوم. هل زيارته للستة زائد اثنين، يعني لدول الخليج زائد الأردن ومصر، له علاقة بتشبيك بين الستة زائد اثنين؟
بمعنى ما قيل عنه الناتو العربي، هل سيكون هناك قوات عربية؟ هل سيعرض علينا هذا المشروع؟ هل سينفخ فيه الحياة؟ هل سيتحدث إلينا تحت هذا العنوان؟ يعني أنا باعتقادي في عنوان شامل راح يتحدث فيه مع كل الدول، ممكن يكون هذه المسألة، لكن في تفصيلات، ممكن يحكي مع السعودية في قصة خاشقجي، ممكن يحكي مع السعودية في قصة حرب اليمن، ممكن يحكي عن السعودية في قصة الإعمار في سوريا، ممكن يحكي عن مع الإمارات مثلا في قصة اليمن، في قصة الخلاف أو الأزمة الخليجية. لكن أنا شخصيا لا أرى أن الجولة ستحمل يعني ثقلا كبيرا في كثير من الملفات. مثلا البعض بيقول لك جاي عشان يدشن صفقة القرن، لا يا أخوي، إحنا بشهر 12 وانتخابات الكيان الإسرائيلي في شهر 4، ما حدا بيقدر يحكي معهم عن أي شيء إلا لما يحسم رئيس الوزراء عندهم. فبدري كثير نحكي عن قصة صفقة القرن، لكن أنا باعتقاد أنه سيتحدث عن سوريا بشكل كبير، سيتحدث عن حلف لمواجهة إيران، سيأتي ليبتز بعض دول المنطقة فيما يتعلق بإعمار سوريا وبعض الصفقات، يعني خلطة من الأمور، لكنها أنا شايفها داخلية أكثر منها خارجية. لكن في النهاية الذي يجري في المنطقة، وأنا للأسف يعني سئلت على أحد القنوات كيف هو 2018 في العالم العربي، فقلت أن العالم العربي تشرف في 2018 أن كان ملعبا لم يكن لاعبا يوما. أين الملعب؟ الأرض والجمهور منا، الموارد منا، الأموال منا، القتلى والدماء منا، الدمار والخراب عنا، واللاعبون ليسوا منا. حتى تدمير بنيتنا الذاتية لم نساهم فيها، ما دمرناش حالنا، تركنا الآخرين يدمرونا بطريقتهم وبالشكل وبالعمق اللي هم اختاروه. ولذلك الآن لما تتطلع على المشهد في 2018 قديش راح لساتنا بنشتغل بمشاريع الآخرين، لساتنا تابعين لمشاريع الآخرين. يعني أزمة سوريا، الإيرانيين فاتوا بمشروعهم، الأتراك فاتوا بمشروعهم، مصالحهم الحيوية الاستراتيجية كانت قدامه، والروس التحقوا بالمشروع بمصالحهم الحيوية الاستراتيجية، والإسرائيليين نفس الشيء، والأمريكان نفس الشيء، إلا العرب فاتوا وساهموا ودفعوا وجندوا وعملوا جيش حر. لكن لما أمريكا غمزت وقالت انسحب، الكل انسحب. لما الجيش الحر وصل على مشارف دمشق وبده يخلص، قالوا له بس ارجع، فرجع العواصم العربية، رجعت كل القوات، كل العواصم العربية بالاستثناء. لذلك كلنا ساهمنا، لذلك احنا لساتنا ملعوب فينا، وليس لم نعد فاعلين، لا مشروع لدينا. حتى لما بتشعر انه بنفرد عضلاتنا بدنا نحارب باليمن ونحارب في المناطق ونشتبك مع الايرانيين، بتشعر انه هذا الاشتباك اشتباك بمنطق امريكي، وبدينا كمان نروح لمنطق اسرائيلي. يعني بدينا نقول انه احنا بدنا نشتبك. شوفوا لقاء السيسي الاخير اللي كان، اللي راح يبث اليوم، قديش بيحكي عن 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 عن, عن علاقته بالاسرائيليين، يسمح للطائرات الاسرائيليه بالقصف في سيناء. مين بيقبل دولة عظمى عربية قاطرة عربية زي مصر بترضى انه يعني سيادتها تكون بهذه الرخاوة والسيولة؟ وقيس عليها المشهد العربي. فلذلك المشهد العربي بومبيو بيجي ليفرض ايقاعه، ليأمر، لينهى، ليقسم الادوار، ليضغط. يعني هذا هو العناوين، مش بيجي يتشارك ولا حلفاء ولا كل هذه التفصيلات، لا. ولذلك ترامب في اخر لقاء معه لما هاجم ايران شو قال؟ سنلتقي معهم، مع الإيرانيين، لكنهم ليسوا جاهزون. بينما إحنا بحكينا ادفع، شوف كيف الفرق، بدي ألتقي معهم، بعترف فيهم قوة ومشروع، أما أنت بعترف فيك تابع، ادفع أنا بحميك، بحكي لك أنا بحميك، ومش قادر يغلب إيران، وبتدافع مع إيران على مستوى سياسي وعسكري، عشان تعرف إحنا وين صرنا. ولذلك المشهد مرات بيكون يعني مش مؤسف ومؤلم، بيكون كثير بيعمل حالة إحباط، وكثير بيهيئ بنية تحتية لانفجار المشهد. وأنا باعتقادي أن المشهد قد ينفجر في لحظة من اللحظات، خاصة أن الكرامة تؤلمنا. يعني هذه واحدة من المشاهد. بدي أروح على فلسطين. فلسطين طبعا بتعرفوا قصة الفلسطينيين، الفلسطينيين مش عارفين يوصفوا تناقضاتهم، يعني تناقضاتهم مرات بتخدمهم. يعني قصة فتح وحماس، قصة هذا التناقض تسوية ومقاومة، يعني هذين المسارين خدم المشهد الفلسطيني رغم أنوفهم، يعني رغم أنوف القوى كلها السياسية الموجودة في فلسطين. لكن مرات تشعر الفلسطينيين مش عارفين يتفاهموا عليها. اللبنانيين أشطر على فكرة، اللبنانيين شافوا أنه أمنهم وسلمهم الداخلي أهم، فما اقتتلوش، خاصة أنهم عاشوا حرب أهلية، وتاريخيا لبنان تساوي الحرب الأهلية، بعد ذلك الطائف، بعد ذلك تسوية، فأصبح عندهم مقاومة، وأصبح عندهم دولة وعندهم جيش وعندهم مقاومة، اقتسموا الأدوار، هم دولة. بنقول دائما لفتح حماس، يا أخي قسموا الأدوار، يا أخي واحد يقعد على الطاولة بده يكون ذليل، يكون، بس يعترف بالمقاومة والأبطال ولعبوا الأدوار هاي. يعني شو المشكلة إنكم تلعبوها؟ لكن حتى الآن الفلسطينيين ما وصلوا لهذه القناعة. ومع ذلك أنا شخصيا أرى أن التناقض الفلسطيني فتح وحماس اللامصالحة اللي بتباكي عليها البعض
قد تفيد المشهد الفلسطيني إذا ما تم توظيفها وفق النظرية أيضا الوظيفية. لكن في الأخير بتحس التراشق مرات مش أخلاقي، يعني بتحس إنه القصة مش أخلاقية. مثلا الاعتداء على تلفزيون فلسطين، اجوا 5 فاتوا على التلفزيون الفلسطيني اللي هو في غزة اللي هو تابع لفتح التلفزيون، وفاتوا ملثمين وكسروا الدنيا واستخدموا، كان معهم مسدسات، وقامت الدنيا على طول. فتح بيستغلوا الذخيرة للهجوم على سلطة الأمر الواقع، الإمارة والشتائم وكتابهم، وحتى كتاب عنا، وعلى طول يعني بتصير القضية بتبين إنهم 5 من فتح، وواحد منهم بيشتغل بالتلفزيون، وساخطين وغاضبين على قصة الرواتب، وبيجوز ساخطين. مش قادر يعني محمود عباس يدرك أن فتح تتفكك تحت عنوان أن مشروع فتح التاريخي هو قاعد بضرب فيه. يعني بالأخير في فتحاوي ممكن يظل يقتنع يقتنع يقتنع، لكن لما يشوف تنسيق أمني، يشوفك بتحاصر غزة، يشوفك يعني أنت صحيح بتسوق لنفسك من خلال رفض الأمريكان ورفض مشروعهم، لكن في النهاية الفتحاوي بتألم. يعني ابن غزة الفتحاوي اللي بتحرمه من راتبه بده يتألم. لذلك أنا بقول على الجميع وعلى كل الأطراف في فلسطين أن ترتقي إلى مستوى اللحظة. وأنا من الناس اللي بشجع المصالحة بشكل كبير، وأعتقد أن المصالحة يجب أن تقوم على توظيف التناقض في مصلحة المشروع الوطني الفلسطيني، وتأجيل الصدام اللي ممكن يكسر العظم بين الطرفين. وكنت أحكي الأردن في لقاء الملك الأخير مع محمود عباس بعد ما هددوا الإسرائيليين لمحمود عباس، والملك يعني صرح تصريحاته بدعم القيادة الفلسطينية، كنت أقول المصالحة مصلحة حيوية أردنية. إذا خايف من الضفة الغربية أطلب بالمصالحة حتى تتوحد الضفة مع غزة، وحتى لا يصبح هناك يعني حالة انفلات إذا أنت خايف من الانفلات في الضفة الغربية. فالأردن لها مصلحة. مصر الآن ماشي بالمشروع، صحيح رجل قدام ورجل وراء وخايفة ومضطربة، وسيناء قدام عيونها أكثر من قصة المصلحة الفلسطينية العليا، لكن تقطع خطوات، لكن في بنية ذاتية فلسطينية يعني بحاجة إلى إصلاح، فهي معطوبة. فحبيت أعلق على قصة التلفزيون الذي يثبت أن المشهد الفلسطيني لا زال يعيش أزمة بنيوية حقيقية في فهم ما هي المصلحة، ما هي المصلحة الوطنية العليا، وكل يغني على ليلى. نكتفي بالحديث عن هذه الملفات، نذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود بعد ذلك لمواضيع متعددة ومتنوعة من استديو اليرم.